سياحيا يزخر إقليم سيدي فني بالعديد من المؤهلات السياحية الهامة، مؤهلات حرصت الجهات الوصية على التعريف بها بشكل واسع عبر مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الصلة. حول هذه المؤهلات والمجهودات المبذولة في القطاع، ربورتاج محمد المصطفى خيام، محمد مشتان وإبراهيم جولي. هي مواقع سياحية هامة يزخر بها إقليم سيدي إفني، جعلت منه قطبا سياحيا متميزا على صعيد جهة سوسمة صدرعة. مجموعة من العوامل الإيجابية في المجال السياحي كانت سببا في محج عديد السياح الأجانب قادمين من دول مختلفة بغرض التمتع بمناظر البحر والشمس الساطعة والطبيعة الخلابة. تعرفنا على هذا المخيم عبر أحد المواقع الإلكترونية سنوات من قبل، ومنذ ذاك الحين نأتي إلى هذا المكان كل سنة، حيث يتم استقبالنا بترحاب كبير من طرف الساكنة المحلية. هذا إضافة إلى روعة وجمالية المكان. تعرفت على إقليم سيدي إفني بالصدفة، حيث كنت في زيارة إلى منطقة تفراوت والتي أعرفها جيدا. بعد ذلك انطلقت في اكتشاف المنطقة. الساكنة هنا مضيافة، كما أن المخيم يقدم أطباق متنوعة. La ville a été très accueillante. Ce matin, nous sommes allés manger des sardines grillées. Samedi, je veux dire, on mangeait des sardines grillées. Et j'ai demandé à manger des sardines crues. Et on me les a données. Et c'était très sympathique, vraiment, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer des sardines crues. محليا وعلى صعيد إقليم سيدي إفني بذلت مجهودات جبارة لإبراز مؤهلات الإقليم في المجال السياحي، وكذا تصدير مخططات رامية للنهوض بالشأن السياحي وجعله رافدا من روافد التنمية بهذا الإقليم. يزخر الإقليم بمؤهلات سياحية متنوعة، حيث مجموعة من المناظر الطبيعية وكذا شريط ساحلي يمتد ل 230 كيلومترا، إضافة إلى المناطق الخلفية للإقليم، فضلا عن كرم الساكنة المحلية. كل هذا ينضاف إليه جمالية المدينة، حيث الهندسة المعمارية الفريدة لمبانيه واعتدال الطقس، وكذا تميزها بمنتوجاتها الفلاحية الطبيعية مثل الصباري والأرغان. هي مناطق سياحية عديدة يزخر بها إقليم سيدي إفني، كمنطقة الجزيرة ومير اللفت وسيدي مبارك، وكلها مناطق تشهد سنويا توافد أعداد هامة من السياح.